الأهلي يهزم المحلة 3-0 بكل سهولة ويعزز صدارته لجدول الترتيب في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن، ويعزز فوزه بثلاث أهداف آخرين في مباراتين متتاليتين، وشوط تاني في تنوع وفي أداء هجومي الحقيقة، ومفيش ميس باص كتير، ولكن إنهاء الهجمة دايما لازم ناخد بالنا جديدة بالثبات او تركيز نص ملعبنا. لما الكره تتقطع منا واحنا بنبقى في حاله هجوم، مش مفروض تبقى خطر علينا بهذا الشكل. يعني لازم يبقى في حاله اتجاه دايما. احنا لما بنتاخر بهدف الملعب بيتفتح، لما نبقى عايزين نجيب هدف تاني او نعزز الهدف او شايفين المباراه سهله بنفتح الخطوط، فلازم الحته دي تتظبط في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله التوفيق. في مباراه بيراميدز النهارده في بوادر وشواهد ان في حاله هجوميه شرسه وانياب طلعت لفرقه النادي الاهلي، ورغبه اللعيبه دايما كلهم ان كل لعيب عايز يجيب جول وكل لعيب يستطيع انه يجيب جول. بالنسبه للخطوط ناحيه اليمين ناحيه الشمال، ربنا ساعات يا ايمن بيديك مباراه توضح لك قوتك فين، او توضح لك انت لما بتلعب كره سهله من الشكل اليمين او شكل الشمال او العرضيات او التفكير في التصويبات بيبقى ده عنوان المباراه اللي انت رايح تلعبها. فيمكن النهارده ربنا يعني خلى اللعيبه كده مع نفسها تقدر تصنع شكل هجومي بجميع المواصفات. ان انا النهارده بتفرج الحقيقه اللعيبه بتشوف بعض كويس وبتصلح لبعض الكره، واللعيب بيحاول يشوط لا بيطلع على الاجناب وبيستنى العرضيه وما بيستعجلش. كهربا حاول كتير جدا النهارده انه يكون ليه حظ ويحرز هدف. لما حصل التغييرات في الملعب لو كهربا موجود انا كنت اضمن لك ان هيقدر بالمسانده الهجوميه اللي حصلت واللعيبه الفريش اللي نزل دي كان ممكن يكون لو موجود في الملعب كان يجيب جول. وعلى اكتر اثبات في الكلام ده ان محمد شريف حط الكره اللي جات له في الفرصه اللي كهربا طول الوقت اللي لعبه كان بيتمناها. وبيرسي ده وجاله انفرادين بيرسي ده جاله ثلاث اربع انفراد بيجي له انت وانت معايا قالت لي جت على يمينه انما ملوش حظ الحقيقه، ولكن تحس ان لعيبه الاهلي واقفه على حيلها بدنيا ومعنويا. صحيح. ومفيش خلاص يعني انت من هدف لهدف لهدف. فانا النهارده اقول لك بصراحه يعني اي مباراه بلعبها بعد فوز كبير انا بقلق من سطر ونريح في سطر واحنا ضامنين ان احنا هنكسب فنكسب في اي وقت. لا النهارده انا سعيد جدا باللعيب مروان عطيه حقيقه يعني عامل حاله ايقاع في نص الملعب وتحت الكوره في اي حته، مديك امان ومدي حريه للاثنين اللي معاه عمرو سوليه وحمدي فتحي. عبد القادر لازم يقعد كده او لازم يقعدوا معاه يتكلموا معاه ايه الهدف من كل مراوغه وانا رايح على الجول. لازم هو مع نفسه يبقى حاطط هدف، انا مش رايح عايز اعدي وبس، انا لازم ابقى شايف الناحيه الثانيه شكلها ايه، مش لازم اعدي ممكن اروح اعملها عرضيه على طول. لازم هو ينوع لنفسه ويطمع لنفسه لانه قادر، يعني قادر ان هو يخش لجوه ويشوط وجاب اهداف هو اللي جابها مش احنا، هو اللي عملها وهو لازم حد بس ايه يقعد معاه كده ويتكلم معاه شويه هيريحه كمان نفسيا. لا قبل ما حد يقعد معاه هو لعيب كبير ولعيب عنده مهارات اكيد بيلعب في النادي الاهلي لازم يقعد مع نفسه شويه. ها هو لازم يقعد مع نفسه، ما بقاش لعيب كبير يعني، بس هو لازم يقعد مع نفسه. ايوه بس كلمه لعيب كبير قبل دي ما حد يقعد كتير قوي. لا بقول عنده امكانيات كبيره. ايوه هو مش لعيب كبير، ما هو بيلعب في النادي الاهلي ما نكبرش اللعيبه من حاجه بسيطه. لا ده مش حاجه بسيطه، هو لعيب بيلعب في النادي الاهلي يبقى نجم لكن مش كبير. انما هو لا هي مشكلتنا لازم يقعد مع نفسه. بص يا ايمن، مشكلتنا هنا في البلد دي لعيب بيلعب 3 4 ماتشات بنخليه نجم مش طبيعي، ودي اسوأ حاجه هنا. نجم ده يتقال بعد 3 4 مواسم حاجه محترمه في الكوره، او على يعزز هو ده هو ده ايمن فاهمني. لا مش بتكلم على انا مش بتكلم على حاله احمد، انا بتكلم في الطبيعي. الطبيعي انت يعني لما بداوا يقولوا شريف عبد المنعم لما موسم واثنين وثلاثه حط حفر اسمه موجود نجم من نجومه الكبار. احنا مشكلتنا هنا في البلد دي على فكره مش في النادي الاهلي، في اي نادي تاني ماتش التاني اروح بنجمك يا كابتن شريف الولد يتجنن يبقى اقول انا خلاص زي كل النجوم اللي لعبت. لكن لا طبعا هو علاء عايز مصلحته تفكير غلط طبعا يعني علاء بيبص له
انا ببص عامه اللعيب نفسه، اللعيب نفسه لازم يعزز نفسه خالص يعني. لازم يعزز نفسه في كل مباراه بيلعبها، لازم يبقى عنده هدف وتارجت لنفسه بالزبط. ولفرقته وللقيمه اللي هو بيلعب فيها والتيشيرت اللي بيلعب فيه. فمش هينفع انا تبقى كل كره بتتقطع عليا وهجمه مرتده عليا بسببه. ليه؟ لانه مش مركز. فلازم التركيز يبقى يصاحب امكانيات هذا اللاعب. ده احنا اللي احنا مش قلقانين عليه، لا احنا عايزينه في احسن حته. صحيح، يعني ده اللي احنا بنتمناه لجميع اللعيبه. ما في لعيبه بتلعب وتبقى غير موفقه. بنقول النهارده هو مش حالته، ده راجع من اصابه. نستنى عليه شويه ان شاء الله هيخش في الفورمه، ولما بيبقى في التوب فورم بيبقى حاجه ثانيه. زي ما انا كلمتك عن عمرو السوليه النهارده، قلت لك انا اتمنى انه كان يريح شويه عشان عايزه في المباراه. النهارده موجود وبيفكر في التصويب وبيفكر، حتى وهو ما بيلعبش وهو مصاب كان بيقول انا لما ارجع هيبقى شكلي عامل ازاي. فمبروك النهارده الثلاث اهداف. ومحمد عبد المنعم، ربيع النهارده، خالد عبد الفتاح حد اللي عليه الحقيقه، وعلي معلول اللي احنا كنا بنتمناه من تاني شوط ما نشوفوش يعني، كنا عايزينه يريح عشان الماتش اللي جاي. وكهربا لكن النهارده حاول الراجل في تعزيز الاهداف اللي بيجيبها والوجود والحضور. انما مجملا كده مبروك، مبروك بعد الضغط النفسي من المباراه اللي فاتت، مبروك ان احنا بنتحسس الخطوات كلها كده لاحراز بطولة الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.